السلام عليكم. يوسف أبو طالب، عايش في منطقة التمري، سن 21 سنة، طالب جامعي، فوتوغرافر، فيلم ميكر، إيديتور. نقول الأولى، الفكرة ديال الفيلم ديال السونتراك كانت عند شحال هادي، وحنا ديجا كنا من المتبعين ديال سلسلة جيم اوف ثرونز. جلسنا على طابل انا وشي دراري وكومبوز علينا اننا نديرو السونتراك بالفيرجن تشليحة. صافي ديك الساعات كانت الفكره شي عامين هادي، وما بغيتش نزرب عليها وندير شي حاجه لا علاقه وندمو على علاش زربنا عليها. سو قلت نخليها حتى نكون حاس براسي ندير شي حاجه مزيانه واللي تقدر تعجب الناس، حيت حنا كنتميو لمنطقه سوسيه وبالضبط امازيغيه، كتعرف التراث الامازيغي وبزاف الحوايج اخرين. قررنا ديريك ندخلوا واحد الاله اللي هي امازيغيه واللي تقدر تزيد الجماليه ديال السونتراك. ديما كنبغي ندير شي حاجه مختلفه، من ما نركزوش على شي حاجه دي بازيك كل واحد كيشوفها وكل واحد يقدر يديرها. حنا بينا نديروا شي حاجه اللي ما عمرها دارت واللي نقدروا تكون شي فكره جديده وما دايراش واللي تقدر تعجب بنادم. داكشي اللي وقع لينا في جيم اوف ثرونز، تحد ما توقع جيم اوف ثرونز بالريبيف، راه شي حاجه جاتهم بشكل داكشي اللي تلقات الاعجاب وتشرات مزيان. هنا جلسنا طابل مع السكواد اللي خدمت اللعبات كاملين، من الدراري اللي داروا الموسيقى، الكور جرايدينغ، البيهايند ذا سين، البيرسوناج اللي لعبات في الفيديو. اختارينا البلايص اللي غنصوروا فيهم، وحاولنا ما امكن يكونوا في المنطقه اللي كنعيشوا فيها حتى هي باش نبينوها مزيان. صراحه داكشي اللي وقع، جلسنا على طابل، هضرنا في البلانات، مشينا سجلنا في الاستوديو. ومن هنا كنوجه التحيه للناس اللي خدموا لنا الموسيقى، اللي منهم الاستاذ عبد الهادي و الحسن فيبران اللي تو خدم لنا آلة الرباب وسرعه مزيان. ندوزو للدراري اللي خدموا لنا الكولور جرايدينغ، منهم حسن بوسليم، من الدراري اللي خدموا الكواليس يوسف فقير، ومن البيرسوناج اللي لعبت لنا الجيم اوف ثرونز اللي هو حسن برداح. ومن الاخراج اللي درت انا وايديتينغ. هو بالضروره كل واحد عندنا في الداخل ديالو كاين فيه واحد الفنان، اي هو ذاك الفنان خاصو شويه يتقنوا يخرجوا للارض الواقع باش يعطي ليه مزيان ويكمل في داكشي. وصراحه اي واحد خدام في الدومين كنشجعو كنقول لك كمل، راه داكشي كاين ما يدار، وحاول ما امكن دير شي حاجه اللي ما عمرها دارت باش توصل ان شاء الله وتكون خير. انا اصلا ناوي نكمل في الدومين هذا، وعلاش لا ما نديروش حنا بوات بروديكسيون ديالنا من هنا لقدام، ونديرو سكواد ديالنا ونمشيو نخدمو حتى حنا، نخدمو في قنوات ونديرو شحال من حاجه اللي غتفيدنا شحال من حاجه من القدام. وبالضبط كنبغي نشكر هاد الناس اللي جاو وبغاو يديروا لنا الانترفيو في الدار، وصراحه هما الاولين اللي كانت عندهم الفكره قبل ما تبوبليا وشاف الفيديو وقالوا لنا راه داك الشيء غيوصل. والصراحه داك الشيء اللي وقع وهما اليوم جاو عندنا للدار، كنبغي نوجه لهم التحيه. شكرا على قدر تي في توب.